أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في صلاة الفجر مثلا، يقول أحسن الله إليكم: إذا ترك المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية في صلاة الفجر مثلا، يقول: فهل أعيد الصلاة أو الركعة التي لم أقرأ فيها بسورة الفاتحة؟ لا، الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح والراجح أن قراءة الإمام للفاتحة تكفي عنه وعن المأمومين، تكفي عنه وعن المأمومين، تبقى في حق المأموم سنة يقرأها إذا تيسر. وبعض العلماء يقول إنها واجبة ليست شرطا، بعض العلماء يقول إنها واجبة على المأموم وليست شرطا، فلو تركها لم تبطل صلاته، فليست واجبة. الصحيح أنها ليست واجبة وإنما هي مستحبة، خصوصا في الجهرية، فإذا قرأ الإمام وأنت تستمع له وأمنت بعد الفاتحة، أمنت على قراءتها فكأنك قرأتها. نعم.